بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة مجلس أمناء الحوار الوطني هيعقد اجتماعه الخامس في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب الساعة 1 ظهرا، وده علشان اختيار المقررين للمحاور واللجان الفرعية. وكمان أيضا النهاردة هيكون في بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية، وفي أيضا ثلاث مباريات قوية في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالمنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان أعلن أن مجلس أمناء الحوار هيعقد اجتماعه الخامس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب النهاردة الساعة 1 الظهر. ومن المفترض أنه الاجتماع هيناقش اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة للحوار، وهم السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وكمان اللجان الفرعية الـ15 المتفرعة عنها. الاختيار هيكون من بين الترشيحات اللي قدمتها الأطراف المشاركة في الحوار وبعض أعضاء مجلس الأمناء لاختيار الأنسب منها لتولي هذه المهام. النهاردة هيتم فتح الباب لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين في الالتحاق بالكليات اللي بيشترط القبول بيها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وده وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللي أقرتها وزارة الصحة أثناء تأدية هذه الاختبارات للحفاظ على سلامة الطلاب. لعشاء الدوري الإيطالي موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الخامسة من عمر المسابقة. هيلتقي مونزا مع أتلانتا الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت هيلتقي ساليرنتانا مع إمبولي، والساعة 9:15 هيلتقي تورينو مع ليتشي.